صديقاتي أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. في هذا الحديث راح تكون هناك أكثر من فكرة وأكثر من جواب على بعض الأسئلة اللي تأتي بتعليقاتكم، وراح أنبه من أنتهي من فكرة، أنبه للانتقال للأخرى حتى لا يصير شوية اختلاط، رغم أنها هي مترابطة لأن كلها تخص الأحداث التي نحن فيها. شفتوا مسألة الوثبة، وكثرت بها الأسئلة، وكثر بها المعترضون بنوايا حسنة رغم قلتهم جدا، وكثر اللي يبيعون خيورية، واللي أعتقد هم وراء هذه، لأنها العقل يقول لك المسألة نوعها جديد بالتظاهرات، تظاهرات صار شهرين قدموا 600 وما صار هذا الحدث، بدت ورا سوالف السنك ورا سوالف هاي. المهم هو مو هذا المهم بالمسألة، المهم عندما نقرأ المعترضون بياعي الخيورية يقول لك ليش هذا هيك يمثلوا بيه وصعدوا طفل. والله صح، لعن الله كل قاتل. زين، وماكو قاتل إذا ما هو حقيرة، وماكو عملية قتل إذا ما هي وسخة. لكن الذي استغرب منه، هم راضين بالقتل بس معترضين على طريقة القتل. هاي كارثة. احنا نرفض القتل بكل معاني، ابدا بكل معاني، بكل اشكاله، بكل انواعه، بكل اساليبه. اما هذا التراث يحمل، هناك من ينقطع راسه بسيف، هناك من يسحل، هناك من يقتل، هناك من يطلعون عيونه، ما هاي احنا كلها ضدها، لكن احنا مو نجزئها وفق ما نريد. 600 قتيل في التظاهرات لم نسمع هذه الأصوات، مو لأنه ليش 600 ما حكوا، هم هيك بيحكون على القتل، هو القتل عندهم زلاطة. أريد أسأل سؤال، يعني هاي الناصرية الخمسين واحد من الشباب اللي يسوون رؤوس الحكومة اللي كانت نص ونص إيرانية عراقية، نص ونص يعني ذولة وذولة، هسه إيرانية صرفة واضحة، يعني واضحة بصراحة، لأن حتى البارحة سمع لهم الإيرانيين يعلقون على تظاهراتهم يقولون 85% من العدة انقتلوا، ما انقتلوا بسلاح الحكومة. الطرف الثالث شوف نفس الفيلم، يعني نفس الحكي هناك يجيبونه ويودونه. المهم يعني ذول الخمسين بالناصرية لو واحد معلق كان صارت عندنا غيرة، لكن اللي ما تعلقوا خلين يقتلون شكوا بيها. زين، احنا لما نسأل الآن شقد عندنا مخطوفات، ما اقول مخطوفين، شقد مو ما اريد نقول اسماء حياء احتراما، ما عندكم غيره، غيرتكم جت على تعلق بالوثبه فقط، واحنا طبعا اكثر منكم متاثرين وما نقبلها. انتم تخيلون امها شو تفكر، تخيلون اخوها شلون مهضوم، تخيلون خواتها صار بيهن، ابوه صار بيهن، هاي المختطفه لانه عبيد من ومختصبات. يعني انتم خلي تغتصب بغرف ظلمه مو على العيون، لكن لو يجيبها يغتصبها بشارعي صيروا الخيرين. هاي طيح الله حظ هيج غيره كاذبه، طيح الله حظ هيج حرص انساني كاذب. من يقول احنا ذول المختطفين ربعنا ما معلقينهم؟ ومن يقول البنات ما علقوهن؟ انتم تعرفون شو يصير بدوائر الامن والتعذيب والاغتصاب؟ لأن ذولاك ما عليهم كاميرا فيطبهم مرض فدوى. أما هذا اللي نتعلق عليه كاميرا فهنا صار، إذا أنتم الغيرة عندكم على اللي الصورة طلعت مو ليش انكتل، ولا هو ترى ما يصير واحد ضد الكتل هنا وضد الكتل هنا، فأكو قتل حرام يبدو قتل حلال. يعني هاي هذا التفكير البايخ الذي أستغرب منه. نعم أنا أنطي الحق للذي كان يدق على رأسه ويلطم ومتأثر على قتل شبابنا، والآن يعترض على هاي، هذا الوحيد اللي حق الاعتراض لأن هو ضد مبدأ القتل أساسا. وهي هاي النقطة، هنا تحت بين الحس الإنساني، هنا يبين روحك العراقية الصدق. لازم كل عراقي أنت تتألم عليه من نوع من الحياة. هسه اما مثلاً يعلقونه ما يعلقونه هذه او يحبسونه، هاي كلها قذارات، لكن احنا اهم شيء لازم مبدأ القتل يقف.
احنا ضد مبدأ القتل. فلو هالشكل اكو غيره 600 واحد انقتلوا وعشرات انخطفوا اختطفوا وينها؟ لازم المفروض ماكو ضرب، ليش بس هذه صارت كلها خيرين وترون عليها قصاص؟ على منو تعبروها؟ مدعين خيورية انتو؟ انتو نصكم قتلة. اذا مو كلكم ذولا اللي الان ما تحكي عن قتل الستمية ولا اغتصاب العراقيات اللي سوى راسك، بس هاي هزتك انت كذاب وقاتل وما محترم وما عندك عرض. كان قهرت وتألمت ولكم الله العظيم لقمة متفوت بلاعيمنا، اخذوا صبا تسوى روسهم وما حد منكم حكى. عراقية هاي واحنا عراقيين، تعرفون شنو قيمة البنت عند اهلها وعشيرتها؟ هاي كلها ما اهتميتوا لها ولا تمر ببالكم. على كل فكرة ثانية او الموضوع الثاني، حقيقة الموضوع انا قدمت له مقدمة. شوفوا اني هالايام خاصة من انزل بعض البوستات ترى اهدف الى ان اقدم وراها حديث. ليش؟ حتى اسمع لعله من يطرح سؤال، من يطرح فكرة يقربها. تذكرون يمكن اخر بوست قبل هذا الحديث قلت بيه انه ما يصير تتعامل مع اي شيء يوصل لك، تسمعه، تقرا قرار، كلام، لا تتعامل مع صاحبك، صاحب هذا القول او الرأي او القرار او التشخيص كأنه حبيبتك. وحبيبتك شو تسوي؟ وعين الرضا عن كل عيب، اما عيون الصخر طب المساوية، او حبوا احجوا كراوا احجوا هم قايليها زين. ما يصير، هذه يسويها فقط العقل مو بيده. اسف، يسويها فقط اللي عقله مو بيده، ومن لا ومن عقله ليس بيده مو انسان، مو انسان. شو تدري تسمي روحك سميها، بس احنا نعاملك مو انسان، التاريخ يعاملك مو انسان، الله يعاملك مو انسان. لان هو شنو الله بيش ميزك؟ ميزك بالعقل، هي هاي ما ماكو غيرها. فلهذا من ناتي نتكلم على جهه معينه ونحكي بالاسماء. يعني مثلا عندك المرجعيه، انا اتصل بي واحد بلغته صحيح يدعي من الحوزه، قال لي ليش هيك تتجاوز على المرجع؟ قلت له انت فعلا مرجع؟ انت فعلا ابن حوزه؟ قال له لا. قال لي والله اقسم وش تريد وهذا افتح لك قصه. قلت له لا اوكي زين، وين تجاوزي؟ قال لي اخي، قلت له اعطيني تجاوزي، اعطيني التجاوز وينه حتى نفتهمك. قال لي انت اعترضت على الطريقه اللي استنبط بها السيد تكلم بها عن الشريعه والقانون. قلت له اولا شوف، انت قلت اعترضت ما تجاوزت، انت تقدر هسه تدز لي رساله وتختم لي اياها من مكتب السيد السيستاني بانه الفقيه يستنبط مصادر احكام القوانين الوضعيه؟ قال لي لا طبعا، انا اقول لك ما يجوز. قلت له انا، قال لي هي هاي ما يجوز ما تصير تقولها. قلت له ليش؟ قال لي مو جماعته يا اخي يعتبرونك تجاوزت. انا ما اقول لك انت تجاوزت، انت شلك؟ اذا هاي المشكله، اذا هاي المشكله انت من تجد تقول هذا زين. هسه هو اولا لا عالدين علينا معصوم، حتى احنا همينا نحترم نقول شو نسوي امرنا لله، هذا معصوم وخلهم يعني ما معصوم. الما معصوم شنو معناها؟ معناها قابل للخطا كما قابل للصواب. لذلك انا اعلنها، هنالك مواقف للمرجعيه ممتازه وصح، وعندي احاديث كثيره وعندي مقالات كثيره ايدها وقايل لكم اياها. انا اي واحد يشتغل صح ايدو، انا ايده، هذا هو النقد السليم. زين، انت حابها ويجيك واحد يقول لك هي ترى يعني بس ترى قصت شعرها، تقول له ليش تحكي على عرضها؟ يابا ما قلت لك شيء، قلت لك هي ترى صدق رايح زايد. فأنا دا أقول لك هذه لأن أنت مو كل الناس مثلك، مو كل الناس مثلك. أكو ناس تريد تنطي رأيها بإخلاص
وهي تقدر شنو. فما يصير السمون تشخيص الخطأ تجاوز، هاي معناها انت معترف بان هو غلطان. انت لو بيك حظك تقول لا نعم يحق له ان يستنبط من القوانين وفق ما ورد عند كذا وكذا وكذا، لكن الوقت اعتبر رأيي واحترمه واعتذر. فهاي المسألة راح تكرهكم بين الناس، لان انتم اولا كل شيء تتهمون بس تسبون وتتهمون الناس تهم باطلة. يعني انتم الله يستر على اعراض العراقيين منكم، لان ما عندكم مانع. انت تجاوزت، انا اريد اتجاوز، ما انا اصلا من طبعي ما اتجاوز، ترى ماكو مثقة يتجاوز. النقد مو تجاوز، هذا بذيت انك تجاوز. هو هذا نفس الرجل بالحوزة ظل ها قال لي بس انت يا اخي ايش تسوي داري عقولهم، يعني قلت له عبر الغلط، قال لي شو ما تفهمها فهمها، فاذا تردون ان عبر الغلط قولوا الصغير صراحة قولوا، حتى من يغلط المرجع ما يصير تحشون عليه لان احنا نقدسه. هسه تقدسه واحد بس معصوم، انت من حقك اي واحد حطه مقدس ببالك، بس ان تفرض علينا بانه من يغلط ما نقول غلط، هذه روح صرفها مدري وين. المهم الان نعود للمرجعية، الخطبة الأخيرة. الخطبة الأخيرة طبعا نالت استحسان كثيرين، أنا حقيقة وقفني بها شيء وأنا متأكد منه من زمان وهسا أقوله بكل جرعة، أنه المرجعية غالبا إذا ما أقول دائما للتخفيف تغلط بالفهم السياسي، تفسيرها للأمور السياسية غلط غلط. مثلا قالوا الجيش يحمي النظام السياسي، مو هاي الخطبة الأخيرة؟ هاي دعوة للديكتاتورية صريحة وعلنية. هي واحدة من اثنين، يا ما يردون ديكتاتورية، إذا ما يردون ديكتاتورية معها ما يعرفون الحجو، وهي هاي اللي نأكد عليها الآن. شلون عفوا شلون الجيش بالنظام الديمقراطية ما شغلته يحمي النظام السياسي، بالسياسة ما يتدخل، لا يحمي النظام السياسي ولا يقضي على النظام السياسي يسوي انقلاب. اثنين هن انتبهوا، اثنين هن ليسوي انقلاب وإلا بس بالدكتاتورية. ذاك بشار الأسد جاب الجيش يدافع عنه وشفته صار، وقبله صدام حسين، لكنه الجيش نفسه ما طلع حمى شاه ايران من طبع لي الخميني، هذا الصح، ولا سوى على الانقلاب، هذا الصح. والجيش بمصر دخل حمى الشعب ما حمى النظام السياسي. جيش مهمته يحمي الوطن، الوطن السلطة جزء من الدولة مو الدولة، النظام السياسي جزء من الدولة مو الدولة، فهي مو مهمته، مهمته يحمي الأرض يحمي المواطن، هذا الجيش، هذا الجيش. طبعا أقصد بالنظم غير الاستبدادية مثل ما سميها المرجعية، والنظم غير الدكتاتورية، وإلا هذا نوع من تشجيع الدكتاتورية والحث عليها. فأتمنى أن هاي شوفونها، شوفوا أكو جيش بالدول الديمقراطية كلها طبح من النظام السياسي، أبدا لا يمكن أن يأتي من نظام سياسي. فهاي من الأخطاء الحقيقة الخطرة، واللي هي هاي المدى تخليني يعني يجي كلام جيد، وهناك تمدح الشغلة احنا نقول جاية نتيجة عدم فهم، وإن مدى كانت مقصودة فكارثة طبعا. وسبحان من لا يخطأ. هاي واحدة، هذه ديتش الخطبة اليوم 15-11 اللي كانت فيها فتوى الحكم الشرعي والقوانين، الحكم الشرعي والقوانين تذكرون قلنا ما يصير اعتماد على القوانين. النقطة الثانية منها احنا شفنا الأولى راح أقرأكم منها بالنص، تقول ان الحكومة انما تستمد شرعيتها في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها من الشعب، وليس هنالك من يمنحها شرعية غيره،
وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أجري بصورة عادلة ونزيهة. ومن هنا فإن من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ولا يتحيز الأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية إذا أراد الشعب تغييره واستبداله بوجوه جديدة. إن إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولا ولا جدوى منه، كما يتعين إقرار قانون جديد المفوضية التي يعهد إليها بالإشراف على إجراء انتخابات بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي. طبعا هو شو بعدهم كلام حلو، هنا شنو معنى الخطأ؟ وين الخطأ؟ انه هاي العملية والنظام والدولة غير استبدادية هي الدولة التي يجري بها انتخاب، حط لها مفوضية زينة وحط لها قانون انتخابات زينة، هاي هي مو وسماها غير استبدادية. لا انتخابات لوحدها ما تخلق دولة غير استبدادية مهما كانت قوانينها لزيها. هتلر فاز بانتخابات تعد الأنزح بالعالم، يعني أصلا كان مو بالسلطة. شو تصار إيران بها انتخابات، وانتخابات على فكرة نزيهة إلى حد ما عالية، يعني مو استبدادية. هتلر مو استبدادي، الانتخابات لوحدها جزء نعم مهم من أجزاء الديمقراطية، لكن القوانين الدول اللي يقولون عليها غير استبدادية اللي جابت المجاعي يقصدون من قوانينها غير استبدادية. فمثلا القانون 111 شوفوا تربطه ويا خلي الجيش يحمي الحكومة، هاي دعوة للاستبداد يحمي النظام. القوانين هي التي تحدد هذا البلد استبدادي لو ما استبدادي. انا عشت نص عمري تحت نظام استبدادي ونص عمري تحت نظام غير استبدادي واعرف كل الزين. فالنظام الاستبدادي غير الاستبدادي يا سادة هو مو الانتخابات، نظام غير الاستبدادي من الطفل لا يخاف على مستقبل ساعة، من يكبر بالعمر هو قاعد تجي رسالة للبيت يطول تقاعد ويضمنون للنقل المجاني والصحة والرعاية والدراسة المجانية وكل الرمان. القانون به ينطبق من رئيس الوزراء على أصغر واحد، ماكو تمييز. في الدول غير الاستبدادية أو النظم غير الاستبدادية يصير أكو ميليشيات وجيشين أو 3 جيوش وأربعة جيوش وخمسة. في الدول الاستبدادية، في الدول الأنظمة غير الاستبدادية المواطن ابن الدولة يطلع يجدي وبناتهم يقوكم بالترافيك لايتات وطفل ما ينام قبل الساعة 10. في النظم غير الاستبدادية الناس تقعد بالحواسم وببيوت التنك وبالضيم وبالظلايم. في النظم غير الاستبدادية طفل 5 سنين و6 سنين و10 سنين يبيع كنيكس بالشارع لو يشتغل فيه ترشي. في الدول غير الاستبدادية المدارس طين ومهدمة والنظم التربوية ما تسوى فلس ما لها أي قيمة. في النظم غير الاستبدادية ينقتلون 600 واحد ونسميه الانتخابات تعدله. في النظم غير الاستبدادية يجي واحد يخلي 3/4 البلد يحتل ويمشي على طوله. في النظم غير الاستبدادية يجي واحد كان مقاتل البلد في زمن حرب ويقتل أولاده والآن يتقرر بمصيره بس ميليشياته. في الدول غير الاستبدادية تجي تروح تعلق بالساحة صور مع رؤساء دول آخرين وأصحاب أفكار سياسية وأعلامهم وإذا تحرشت بيها يقتلوك. في الدول الاستبدادية في غير الاستبدادية ينضرب علاء المجذوب في نص كربلة ويختطف فاهم الطائي في نص كربلة زين، والحكومة ولا حتى بيان ولا حكي ولا قال ولا قالت ولا حتى المرجعية حكت. على كل حال أنا أقول قولي هذا لأن هاي المفاهيم بحقيقة بسوي مشكلة حتى الشعب. هسه ذاك اليوم طرحنا الإصلاح كل الجمهور تقول لك أعرف الإصلاح ما يعرفوا لحد الآن يسموها معركة إصلاح، ما تصير معركة إصلاح تصليح. والآن حتى هاي كلمة ديمقراطية
ديمقراطية معناها حكم الشعب، ديموكراسي مأخوذة أصلا من الإغريقية دوموس كراتوس باور القوة، كراتوس دوموس شعب، حكم الشعب. فيجوك وقال لك يا أخي وين الديمقراطية؟ ولك أنا حاكمك حاكمني أنت وين الديمقراطية؟ تجعي بمصطلح تجيبه مع الحكومة، هذا تروح تقول المسؤول تقول له وين الديمقراطية؟ احنا عندنا أشياء أخرى، وين احترامي يا أخي انطيني حرية التعبير، وين الديمقراطية؟ ما نعرف شنو السالفة، لأنه شنو؟ لأنه اللي يقودوننا واللي يوجهوننا وكذا. أرجع وأقول لكم، أرجع وأقول لكم شغلة واحدة للجميع، أنت عندك عقل فكر، هذا الزمن بوسائل التواصل الاجتماعي الفرص مفتوحة أمامك، كل شيء تقدر تسوي، فكر سوي نفسك شيء، فكر قدم، اقرا 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 وقول شيء، فكر ورا كم سنه يحشون لاحفادك لاولادك وطنك يستفيد منه، ترى انت كبير تعدك عقل، لا تخلي اي انسان افهم منك. نعم نحن نحتاج بعضنا، طبيب انا اروح له طبعا ما اقدر اعالج روحي، رجل الدين نعم اروح له عندي اشكال ديني، لكن انا نخليه كل ما يطلع منه اني لازم امشي وراه كله صح؟ لا لا، لانه ترى صار فارق طبقي بالعراق راح اجي عليه، ترى كنا شيعة وسنة وكنا كراد وعرب ومسلمين وغير مسلمين، الان صار عندنا فرق بالمنتاليتي بالذهنية بالعقلية، كجيل عاقل دا يتظاهر وجيل اخر للاسف سلم عقله. مع السلامة.